بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ لمثل هذه الفرصة باللقي بكم. وقد توقفت في درس التفسير عند سورة العصر. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة أيها الإخوة مكية كما هو عند الجمهور، وقد نزلت بعد سورة الشرح يا لم نشرح لك صدرك، وهي ثلاث آيات وأربع عشرة كلمة وثمانية وستون حرفا. فإذا ضربت 68 حرفا في عشرة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، كم يصبح من الأجر والثواب في من قرأ هذا السطر أو هذه السورة الجليلة القليلة في ألفاظها الكبيرة في معانيها. ومناسبة هذه السورة أيها الإخوة للسورة التي قبلها، وهي سورة التكاثر التي سنتحدث عنها إن شاء الله في درس قادم، أن الله لما تحدث في قوله ألهاكم التكاثر، يعني أيها الناس أشغلكم التكاثر بالأموال والأولاد والدنيا، حتى أن الشخص استمر على هذا الانشغال عن طاعة الله حتى زار المقبرة، يعني حتى مات كما سيأتي تفسيرها. أتى بعدها بسورة العصر ليبين أن الشخص في هذا الزمان وهذا الدهر في خسران إلا من آمن بالله ربًا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وعمل الصالحات كإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخره، فهذا غير خاسر. هذا مناسبتها. و الإمام محمد بن حزم يقول إن هذه السورة كلها محكمة، ليس فيها ناسخ ولا منسوخ. وبعض العلماء يقول إن فيها منسوخا، وهو المنسوخ فيها آية واحدة، وهي في قوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فليسوا في خسران. وهذه السورة أيها الإخوة على قصرها تعتبر سورة جليلة عظيمة جليلة، وعلى وجازة لفظها، فإنها مليئة بالمعاني والحكم والبيان والبلاغة والفصاحة. ولجلالة ما جمعت من المعاني السامية، كان الرجلان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى أحد الصحابة بأخيه الآخر يسلم عليه، ثم يقرأ حتى يسلم عليه، ولا يتفرق حتى يقرأ كل واحد منهم على الآخر سورة العصر، يذكره بأن هذا الزمان أن الناس في خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذا الأثر تحدث عنه العلماء وصحح إسناده غير واحد من أهل العلم، صحح إسناد هذا الأثر غير واحد من أهل العلم، أن الصحابة إذا التقى بعضهم ببعض لا يفترقان حتى يقرأ كل واحد منهما على أخيه سورة العصر، يذكره بالآخرة. هذه السورة يقول الله تعالى: والعصر. الواو هنا عند العلماء تسمى بواو القسم، والله تعالى يقسم بما شاء من خلقه الذي يدل على عظمته، لأن المصنوع يدل على عظمة الصانع وهو الله سبحانه وتعالى، فالله يخبر عنه بأنه صانع، كما قال تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير ما تفعلون. وقال فالله سبحانه وتعالى كذلك أقسم بالشمس وأقسم بالضحى،
فالله يقسم وغير ذلك، فالله يقسم بما شاء من خلقه بخلاف المخلوق، فلا يجوز له أن يقسم بغير الله، لأنه من حلف بغير الله فقد أشرك، كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. إذن فلا يجوز للشخص أن يحلف بغير الله، كان يقسم بالأمانة أو يحلف بالنبي أو غير ذلك، فهذا كله لا يجوز. فالله تعالى يقول: والعصر، فالواو هنا واو القسم، والعصر مقسم به، وجواب القسم: إن الإنسان لفي خسر. فالله أقسم بالعصر، فقال بعض العلماء: ما المقصود بالعصر؟ قال بعضهم: الزمان والدهر، وقال بعض العلماء: المقصود به صلاة العصر. والذي عليه العلماء أن العصر هو الزمان، أن العصر هو الزمان، ويدخل فيه صلاة العصر، ويدخل فيه الزمن والوقت وهكذا. فالله سبحانه وتعالى يقسم بالعصر وهو الدهر. لماذا يقسم به؟ لما فيه من العبر من جهة مرور الليل والنهار على تقدير الأدوار وتعاقب الظلام والضياء، فإن تعاقب الظلام والضياء نور ثم ضياء، نور ثم ظلام ثم يعقبه نور ثم ظلام وهكذا دواليك، هذا يدل على أن هناك خالقا يدير هذا الكون، والله سبحانه وتعالى. ويقال للليل عصر وللنهار عصر، ومن ذلك قول حميد بن ثور: ولم ينته العصران يوم وليلة إذا طلب أن يدرك ما تمنيا. أيضا تطلق العرب على الغداة وهي أول النهار، والعشي وهو آخر النهار تقريبا، تطلق العرب على ذلك اللي تطلق عليه عصران. ومن ذلك قول الشعر العربي: وأمطله العصرين حتى يملني ويرضى بنصف الدين والأنف راغم. وأمطله العصرين حتى يملني ويرضى بنصف الدين والأنف راغم. وبعض العلماء يقول إن قتادة والحسن البصري يقول: المراد به في الآية العصر، يعني العشي، وهما بين زوال الشمس وغروبها. ومن ذلك قول الشاعر: يروح بنا عمرو وقد قصر العصر، وفي الروحة الأولى الغنيمة والأجر. وتقدم أن الصحيح من أقوال العلماء أن العصر المقصود به الزمان، كما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه: فالله أقسم بالعصر ما فيه من العبر والعجائب للناظرين. يقول سبحانه وتعالى: والعصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر. حاصل المعنى أن الله سبحانه وتعالى أقسم بالدهر. لماذا؟ لما في الدهر من أحداث وعبر يستدل بها على قدرته وبالغ حكمته وواسع علمه. انظر إلى ما فيه من تعاقب الليل والنهار، وهما آيتان من آيات الله، كما قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. وإلى ما في الدهر من سراء وضراء وصحة وسقم وغنى وفقر وراحة وتعب وحزن وفرح، إلى نحو ذلك مما يسترشد به حصيف الرأي إلى أن للكون خالقاً ومدبراً، فهو الذي دبر كل شيء، وهو الذي أوجد التعب والحزن والسراء والضراء والصحة والسقم والغنى والفقر إلى غير ذلك. إن الذي أوجد هذه الأشياء وقدرها هو الذي ينبغي أن تصرف له العبادة وحده لا شريك له، ويدعى سبحانه وتعالى، هو الذي يدعى لكشف الضر وجلب الخير. إلا أن الكفار كانوا يضيفون أحداث السوء إلى الدهر، فالواحد من الكفار كان إذا أصابته مصيبة نسب ذلك وتلك النائبة إلى الدهر، فأرشدهم الله سبحانه وتعالى إلى أن الدهر خلق من خلق الله، وأنه ظرف تقع فيه الحوادث خيرها وشرها، فإن وقعت للمرء مصيبة فيما كسبت يداه وليس للدهر فيها من سبب. فيقول الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. فخلاصة ما سبق أن جميع الناس في خسران وفي خسارة إلا من اتصفوا بأربع صفات. الصفة الأولى: الإيمان بالله، الإيمان بالله ربًا وبالإسلام دينًا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث
بعد الموت والإيمان بالقدر خير وشر، هذا غير خاسر. إذن هذا غير خاسر. وكذلك الذي يعمل الصالحات ليس في خسران وليس في هلاك وليس في وإنما هو على الخير. عمل الصالحات كمن أقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا وقام بصلة الرحم إلى غير ذلك من تعاليم الإسلام. فإلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وكذلك الذين تواصوا فيما بينهم بالحق وتواصوا فيما بينهم بالصبر، فيوصي بعضهم بعضا بالحق، فمثلا يعني ينصح بعضهم بعضا ويخلص له في النصيحة، وكذلك يوصي بعضهم بعضا بالصبر. فإذا أخاك أصابته مصيبة فإنك توصيه بالصبر، توصيه بالصبر وهكذا دواليك. هؤلاء المتصفون بتلك الصفات يعني هم في فلاح وهم في فلاح وليسوا في خسران. والصبر أيها الإخوة لغة هو الحبس، وهو لغة هو الحبس. والصبر ينقسم إلى ثلاث أقسام: صبر على طاعة الله، تصبر على الصلاة وتصبر على الوضوء في البرد، وكذلك تصبر على الصوم وعلى الجوع، وتصبر على أداء الصلاة جماعة، وكذلك تصبر على الحج والزحام وغير ذلك، وكذلك النوع الثاني الصبر على أقدار الله، تصبر على أقدار الله وما يقدر لك من المصائب وهكذا دواليك. فالصبر هو أن تصبر على طاعة الله وعلى أقدار الله سبحانه وتعالى، وهو حبس النفس عن فعل السوء والشر ودواعي الهوى والشهوة وكل ما يمس كرامة الإنسان ويشوه سمعته. أيضا تصبر على المكروه والألم وتحمل الرزايا والمصائب، تتحملها، تتحمل كل ما يقلق الراحة وينغص عيشك. ومثل ذلك الصبر على ما يفوت الإنسان من المآرب والحظوظ الدنيوية. أيضا تصبر أيها المبارك في مواطن الخوف والذعر، بل في مواطن الخطر أحيانا دفاعا عن حق أو حماية لمصلحة أو وقاية لعرض وشرف. وهذا النوع من الصبر يسمى الشجاعة والإقدام، والشجاعة ضرب من الصبر. ولذلك قال تعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. يقول بعض الحكماء: ليس الصبر الممدوح صاحبه أن يكون الرجل قوي الجسد على الكد والتعب، لأن الشخص ليس الصبر أن يكون الشخص قويا في جسده، فهذه القوة في جسده يشترك مع الحيوان هو في هذا. لكن ما هو الصبر الحقيقي؟ لأن يقول هذا الرجل الحكيم قال: لأن هذا تشاركه فيه الدابة، ولكن أن يكون للنفس غلوبا وللخطوب حمولا ولجأشه عند الحفاظ مرتبطا، أي مالكا نفسه عند الغضب، هذا هو الصبر الحقيقي. يقول لقمان لابنه: الذهب يجرب بالنار والعبد الصالح يجرب بالبلاء. فالشخص دائما يختبر بالصبر، إن كان عنده صبر تعرف معادن الرجال في مواطن الصبر. ولذلك صح في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما رزق شخص شيئا مثل الصبر، نسأل الله أن يرزقنا إياكم الصبر واليقين. وسئل الإمام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عن ما يبلغ الشخص الإمام في الدين، قال: بالصبر واليقين. وتلا قول الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالله الله بالدعاء بالصبر، وأن يرزقك الله الصبر واليقين. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: إن الله لا يتعهد عبده المؤمن بالبلاء كما يتعهد الرجل أهله بالخير، ولولا أن في حلول الكوارث ونزول الحوادث تخفيفا من الأوزار وحطا من الذنوب ومحوا من السيئات ما استطعنا عليهم صبرا، ولولا أن في موافقة اللذات ومقارنة الشهوات أنواعا من المكاره وأصنافا من الشدائد ما وجدنا عنها صبرا، ولكثر إسراعنا وقل عنها امتناعنا، إلى آخر ما قال رحمه الله. يقول بعض الحكماء: الجزع على الفائت آفة، يعني كون الإنسان يجزع على ما فاته من مصائب الدنيا ويقلب صفحات الماضي، فهو كمن يعني يعمل المستحيل، فهو كمن يرجع الدمعة بعد خروجها من العين. إن الذي يقلب صفحات الماضي ويحفر القبور من جديد هو أيضا مثل من يريد أن يفعل المستحيل، هو كمن يريد
هو مثل من يريد أن يرجع اللبن إلى الضرع، وهذا مستحيل. فعلى الشخص أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يؤمن بالقضاء والقدر، وأنه كما صح في الحديث أول كما قال الله تعالى قبل كل شيء: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله قلم قال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب بما هو كائن إلى يوم القيامة. فلا ينفع كون الإنسان يجزع، وإنما إذا أصابته مصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لا سيما وأن الشخص يعني يؤجر ولو شاكته شوكة، كما قال صلى الله عليه وسلم وأخبر أن الشخص يثاب بالأجر العظيم ولو أصابته شوكة. فكيف بمن يصاب في ماله وفي ولده وفي نفسه وفي زوجه وفي غير ذلك من المصائب؟ ولذلك يقول الشاعر العربي: اصبر على مضض الإدلاج في السحر، وفي الرواح على الطاعات في البكر، إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر. وقل من جد في شيء يؤمله واستشعر الصبر إلا فاز بالظفر. وفي هذا المعنى قال بعضهم: يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته وتطلب الربح مما فيه خسران، عليك بالنفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. فالله بأن يوطن الإنسان نفسه على الصبر على المصائب وعلى طاعة الله وعلى أقدار الله. فالله يقول تعالى سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول الشاعر وهو يمدح شخصا آخر: ضرب أروع الأمثلة بالصبر، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب أربع الأمثلة بالصبر. صبر على أذى قومه، صبر على فقد أولاده وبناته في حال حياته، وصبر على في المعارك والحروب عليه الصلاة والسلام. فضرب أروع الأمثلة صلى الله عليه وسلم. فهناك شاعر يمدح شخص آخر يعني تحلى بالصبر، يقول: إن هذا الشخص صابر الصبر فاستجار بالصبر، فقال الصبور للصبر صبرا. يقول: هذا الرجل صابر الصبر فاستجار به الصبر، يعني إن هذا الشخص عنده صبر، ومن قوة صبره أن جنس الصبر استجار به، فيقول: أعطني من صبرك. وهذا على سبيل البالغة: صابر الصبر فاستجار به الصبر، فقال الصبور للصبر صبرا. ومن ثمرات الصبر أن الشخص يثاب بالصبر أجره بغير حساب، يعني ليس له قدر معين من الحسنات، وفضل الله واسع، كما قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اللهم ارزقني وإخواني الصبر واليقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك من تحول عافيتك وزوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، انصر به دينك وعلي به كلمتك. اللهم وفقه ولي عهده لما تحب وترضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين.